غيره منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والدول المتقدمة اليوم تبدلوا من المنحة الجزائي معاش المقاربة الجزائية للاستهلاك. راهو مستهلك المخدرات كيف وكيف ما مستهلك السكر. السكر نفكر ونذكر أنه مادة مخدرة، القهوة مادة مخدرة، يعني نفس الشيء. هل يعقل وأنه مستهلك السكر يدخل الحبس؟ أكيد لا. إذا نقول لك وأنه السكر أخطر برشا من الكوكايين، أين المنطق في التجريم سيدي الكريم؟ كيفاش تجرم أنت، كيفاش سمحني، كيفاش الدولة تعطي رخص لبيع الكحول اللي هو مصنف حسب منظمة العالمية للصحة كأخطر مادة مخدرة؟ تفوت الكوكايين وتفوت الكراك هيروين وأنت كدولة تبيع فيه وتعطي في الرخص، ومستهلك القنب اللي هو أقل برشا مضرة من الكحول شدوا الحبس. راهو شيء ماهوش معقول، عبث تشريعي. به، لكن تأكدوا في نفس الوقت على ضرورة التصدي للمهربين والمروجين للمواد المخدرة، هكا ولا؟ أكيد بطبيعة الحال. وهنا عطينا برنامج كامل وشامل اللي هو شرعنة القنب بصورة عامة، مش كان القنب الهندي، شرعنة القنب في جميع المجالات، الصناعي، الطبي، حتى للسياحة القنب، اللي هي اليوم أثبت بالإحصائيات في جميع بلدان اللي اعتمدت الاستراتيجية هذه. ربحت برشا بلدان فلوس، مثلا ولاية كولورادو في أمريكا ربحت برشا فلوس. هذه بونوس تنجيوها، لكن بالأساس هي مقاربة استراتيجية جديدة لتأطير ظاهرة الاستهلاك والحد من ظاهرة الإدمان وكذلك محاربة الاتجار غير المشروع، سحب البساط تماما من تحت المهربين الكبار، المافيا الكبيرة اللي اليوم هي تحكم في البلاد للأسف الشديد. وزد على ذلك باش تضر على البلاد الآلاف المليارات من الدولارات، نحكيو بالعملة الصعبة راهو زاد. لكن سي قيس، هل هذا ربما يتماشى إلغاء تجريم استهلاك الزتلة كليا، هل يتماشى مع مجتمعنا اللي هو تحب ولا تكره مش كيما مجتمعات الدول الأجنبية، الدول الأوروبية، أمريكا، كندا، مانيش كيف؟ لا سامحني أمين، بالله أخطأنا من سياسة جلد الذات، ونحن توانسة أخيب من غيرنا. لا نحن ما قلناش هكا، أما العقليات ربما وطبيعة المجتمع مش كيف كيف. الإشكال الوحيد اللي عندنا في المجتمع التونسي هو النفاق، يزينا من النفاق. اليوم عندنا أكثر من 3 ملايين مستهلك قنب في البلاد، معناها ولات الظاهرة استفحلت، ما نغطيوش عين الشمس بالغربال ونقولوا ما في بالناش. لا، الناس الكل في بالنا، وقايد توا باش نقصوا من النفاق هذا المجتمعي ونواجهوا الظاهرة هذه بالأساليب الجدية اللي أثبتت نجاحاتها. نعاود ونأكد أثبتت نجاحاتها، وثم باش تخرجنا من الأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها اليوم. نحن راهو على وشك الإفلاس، نحن في كارثة اقتصادية، وما ثم حتى حد اليوم في البلاد عنده حلول. بالنسبة للعبيد اللي تعتبرنا مناشدين في موضوع التقنين اللي هو ماهوش أساسي، نقول لهم هاتوا البديل اللي في وقت وجيز يضر على الدولة ألف مليارات وبالعملة الصعبة. ما ثماش، لوجوا أو ما تلقاوش. البديل الوحيد هي سياسة يا كريمة متاع الله، اللي عنده وراه قطر يمشي يتسلف من عند قطر، اللي وراه تركيا يمشي يتسلف من عند تركيا. إلى متى؟ إلى متى باش نقعدوا في الخصاصة والمديونية إلى آخره، والعجز نتاعنا ماشي ويتفاقم؟ عندنا 35 مليار دولار راهو ديون، مش ناويين يخلصوها هذوما؟ معناها تسلف قرض منا على شاشية هذا على رأس هذا؟ إلى متى؟ حتى لينا نعاودوا حماية أخرى واستعمار اقتصادي من نوع جديد؟ يعني معناها ما نصوركم شاطرني الرأي. ونحب زاد بالله امين لو تسمح نتوجه معناها برساله اللي تهجم علينا سواء عن جهل ولا حتى عن درايه ويرفض ولا يعطل التقنين، راهو متواطئ بطريقه او اخرى مع كبار المهربين ومسؤول، راهو على ضياع مستقبل الاف الشباب، وهذا راهو امتداد لسياسات بن علي. راهو مش معقول، راهو بعد 2011 قلنا صار الثور على بن علي، بن علي راهو ما ماتش، او بن علي مازال يحكم فينا بقوانين، واول قانون محطوط على رقابنا الناس الكل شباب وكهول يستهلكوا ولا ما يستهلكوش، راهو قانون 52. اليوم عندك خصومات سياسية، عندك مشكلة مع إنسان سهل برشا لفقله قضية متاع مخدرات. واضح.
باهي سي قيس، سؤالي الاخير، هل لقيتوا تجاوب من السلطات؟ فما شكون ربما باش يقابلكم، باش تحكيوا معاه، باش تجتمعوا به، باش تقترحوا عليه يعني الغاء ربما تجريم استهلاك ماده القنب الهندي؟ لقينا تجاوب ومن عند بعض المستشارين، من بعض الوزراء، ما غير ما نسميه الاسامي، لقينا تجاوب، اكدوا لنا انه الرساله وصلت الى السيد الرئيس الحكومه، لكن السيد رئيس الحكومه يبدو انه مازال خايف وانه ياخذ القرار الصائب. نحن اليوم من رئيس الحكومه نقول له راك قدام لحظه تاريخيه، انت في ازمه سياسيه كبيره برشا، معناها خارج الحكومه من الباب الكبير، على القليله تكون لك موقف يشهد له ويحسب له قبل ان تنتهي معناها الكارير السياسيه نتاعو، وانه يرفع هل التجريم عن الشباب نتاعنا وقيد. تتوقعوا مبادرات تشريعيه في المجلس في الفتره القادمه؟ هل عندكم لا 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 مبادرات تشريعيه ما زلنا بعاد عليها شويه. فهمت؟ المجلس في الاغلبيه نتاعو محافظ، والمجلس في الاغلبيه نتاعو متواطئ مع المافيات والمهربين، ومن الاخر نحن في دوله ضعيفه وفاسده خلاف الشعارات التي ترفع. المجلس بعيد كل البعد عن انه يخمم في مصلحه البلاد ويخمم في الحلول اللي باش تحسن من اقتصاد البلاد. المجلس يعملوا في الشو، يعملوا في امور، في مهازل باش تهز البلاد في هاويه. البلاد على كف عفريت وقيد، باش نحن نفيقوا لبلادنا، يزينا من السياسيين، يزينا من النواب. نحن توا قريبا سنعلن، قاعدين ننظموا فيها، وسنعلن عن انطلاقه ثوره خضراء سلميه في تونس. كيفاه الثورة الخضراء؟ كيفاش باش تكون؟ تو نعلنوا عليها في الإبان، باش تكون سلمية بالقانون، في كنف احترام القانون، ما بدون فوضى، بدون حتى شيء. هذاك الشيء نحبونا. وسنصل بالقانون إلى تحقيق الأهداف نتاعنا إن شاء الله. شكرا لك قيس بن حليمة، رئيس حزب الورقة. كان حكي على مبادرة تكون الأقدر، هكا سماها حملة من حزب الورقة لمطالبة رئيس الحكومة بتحقيق وعد